أهلا بكم، نافذة على مصر، حلقتنا مستمرة وفيها بيان من حركات ثورية وشخصيات ورموز سياسية للدعوة لإسقاط العسكر والتوحد مرة أخرى على مطالب ثورة 25 يناير. هذا ما أناقشه مع ضيفي في هذه الفقرة الدكتور عمرو عادل القيادي في المجلس الثوري المصري. أهلا بك دكتور. أهلا بك. نبدأ هذا النقاش بعد هذا التقرير الذي يلخص ما جاء في البيان، ثم نعود لنتناقش فيه مباشرة. تتزايد وتيرة الدعوة إلى التظاهر ضد نظام عبد الفتاح السيسي مع اقتراب ذكرى ثورة يناير الخامسة، في ظل حالة القمع التي تستشري داخل البلاد من اعتقال وقتل وأحكام عسكرية بحق المتظاهرين والمناهضين للانقلاب العسكري الحالي. قوى سياسية بالداخل وتيارات مناهضة بالخارج تستبق ذكرى ثورة يناير بالسعي إلى التوحد وإعلان التنسيق للعمل سريعا على الإطاحة بالنظام العسكري انطلاقا من حالة الانهيار الاقتصادي التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى حالة التذمر التي يعاني منها المواطن المصري. تأتي ذكرى يناير المقبلة والبلاد في حالة انهيار اقتصادي لم يسبق لها مثيل، بعد وعود عدة أطلقها عبد الفتاح السيسي طيلة الأشهر الماضية حول مشروعات ضخمة أثبتت الأيام زيف حقيقتها، بالإضافة إلى ذلك انهيار الجنيه المصري وارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم، كلها عوامل يعتمد عليها مناهضو الانقلاب للانطلاق نحو التأسيس لحركة شعبوية ضخمة تخرج ضد السيسي. الاعتقالات السياسية ضد الإخوان والقوى الليبرالية استبقتها السلطة الحالية ووجهتها إلى من أدركت أنهم يسعون إلى تدشين مرحلة جديدة من الحراك ضدها في ذكرى يناير المقبلة، فألقت القبض على عشرات الأعضاء من حركة السادس من إبريل، بالإضافة إلى استمرار الاعتقالات الروتينية بحق المئات من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لوأد أي حراك يرغب الجميع في تدشينه ضد النظام، ما بين مساعي النظام الحالي إلى وأد الحراك السياسي المرتقب ضده ومساعي القوى المعارضة في الداخل والخارج إلى تدشين حالة جديدة من الصراع السلمي للإطاحة به. يبقى الجميع على مقربة من يناير المقبلة والتي بلا شك سوف تكشف مكنون كل طرف حول مساعيه تجاه الإطاحة بخصمه من حلبة السياسة المصرية. دكتور، أبدأ معك مباشرة في تفاصيل هذا البيان والموقع عليه عدد كبير من الشخصيات العامة والحركات أيضا وبعض الكيانات، ما هي أبرز ملامح هذا البيان؟ هو البيان بسم الله الرحمن الرحيم بيحاول يعيد فكرة الاجتماع على هدف ثورة 25 يناير. ثورة 25 يناير كان الفكرة الرئيسية فيها استعادة السلطة مرة أخرى للشعب المصري، وبنحاول نظهر فيه إن في حالة من التوافق داخل الشارع المصري من الحركات الثورية على استكمال الثورة. إحنا هدفنا أو هدف هذا البيان وكل الموقعين عليه إننا نعيد الزخم إلى الشارع المصري مرة أخرى، ونجعل الشارع وكل الطبقات المجتمع المصري المتضررة من يعني الانقلاب العسكري اللي بقاله 60 سنة حاكم مصر، انها تعيد الرؤية مرة اخرى وتحاول تنضم للثورة من اجل تحقيق احلامها في حياة كريمة. يعني المصريين عايشين حياة مؤلمة جدا في كل المجالات، فبالتالي لا سبيل للوصول الى انقاذ المجتمع المصري والاجيال الجاية الا بالثورة الحقيقية اللي تعيد السلطة للمجتمع المصري تاني. طيب، يعني خليني اتحدث معك في اهم الاجزاء التي ذكرت في البيان. القوى المناهضة للانقلاب تعلن الاتفاق والاتحاد وتصديق الجماهير على بدء سقوط نظام الانقلاب الفاشي الصهيوني. يعني ما هي هذه القوى اولا؟ القوى من الشارع. شوف حضرتك، الثورات ما بتتحسبش بالقوى اللي موجودة معاك دلوقتي. الثورة هي نتاج حركة مفاجأة للشارع نتيجة ضغوط معينة. احنا وصلنا لحالة من الضغط في الشارع المصري عالية جدا، ضغط مكبوت، هو بس محتاج درجة معينة من الشحذ الهمم ليتحرك بمنتهى القوة ضد النظام العسكري. ده نظام زي ما مكتوب صهيوني، هو نظام تابع للصهاينة. هذه الكلمة يعني ربما تستفز قطاعات كبيرة في الشعب المصري ضدكم وضد هذا البيان. زي مين؟ فكرة انك توصف قيادات في القوات المسلحة بأنها لها تبعية للكيان الصهيوني، هل يصب هذا في مصلحتكم أو في مصلحة الثورة بالأساس؟ بص، الحقيقة هي التي يجب أن تعلن. مش الثورة دي عمل ضخم جدا وعمل يعني منقي للمجتمع، يبقى لازم نقول الحقيقة. الجيش المصري جيش عميل، يعني هو بنية. الجيش المصري الجيش المصري
الجيش كشخصية شخصية اعتبارية، الجيش ده شخصية اعتبارية، تمام؟ يعني دائما هذه الشخصية الاعتبارية ما بين العسكر والقوات المسلحة، أليس كذلك؟ خلينا بس أقول لحضرتك، يعني إحنا القوات المسلحة فيها 1,000,000 واحد، فيها 900,000 ناس كويسين ما عنديش مشكلة، وفيها 100,000 واحد فاسد، تمام؟ لكن المؤسسة نفسها، المؤسسة دي اتبنت أيام الإنجليز، بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر المؤسسة دي اتبنت على يد الإنجليز بعد ما توفيق حل الجيش المصري، بنى جيش الإنجليز اللي بنوه. طيب بعد كده إيه اللي حصل؟ اتسلم في 56 من الإنجليز الأمريكان، والأمريكان اللي هم راعي هذا الجيش وبيدفعوا لهم ما يقرب من 70 مليار دولار في خلال الـ30 سنة اللي فاتوا. الجيش ده هو اللي حول مصر من دولة في سنة 52 دولة كان ممكن، هو كمان اللي قتل الثورة اللي كانت بتتصاعد في 51. طيب مرة ماشي. أخرى، ألم يحمي هذا الجيش حدود مصر؟ ألم يقاتل هذا الجيش في حروب كثيرة؟ ألم ينتصر هذا الجيش في 73؟ ألم يستنزف في حرب الاستنزاف؟ ألم تسقط منه شهداء؟ ألم يوصل منه الكثير؟ الشعب ده مش منفصل عن الجيش، الشعب ده مش الجيش اللي حارب ده، الجيش حارب 67 هزم هزيمة منكرة، يعني اللي حارب في 73 هو الشعب المصري يعني هو ارتباط الشعب بالجيش عندما ينتصر فقط؟ لا، عندما يلتحم الجيش بالشعب. جيوش كثيرة في أوقات كثيرة دكتور عمرو. طبعا هزمت جيوش كثيرة، بس ما يعني أنا عايز يعني أنا أتوقف معك هنا في فكرة إطلاق العمالة على المشاع، أن الجيش المصري عميل. المؤسسة قلت. المؤسسة اللي هي بتسمى الجيش المصري دي شخصية اعتبارية. مين اللي مسيطر على الشخصية الاعتبارية دي؟ مين؟ هي مجموعة فوق صح؟ العشر أو ال قيمة معينة أو نسبة معينة، لكن طبعت هذا الفساد. القوات المسلحة قطاع لا يتجاوز 8% كويس من القيادة. انت ما أنا قلت لحضرتك نعم. لو في 90% ناس كويسين أنا ما عنديش مشكلة، ده ممكن يكون حقيقة على فكرة، بس في الآخر كل دول دابوا جوه الشخصية الاعتبارية للمؤسسة. ولكن لماذا لا تذكر في بيانك على بدء سقوط نظام الانقلاب الفاشي؟ يعني كلمة الصهيوني عندما تذكر للمواطن المصري البسيط، يعني أنت الآن تهدم صنما كبيرا أو تهدم كويس. رمزا كبيرا كويس. هو القوات المسلحة المصرية، ده مهم جدا. المصري البسيط ده مهم جدا، لازم احنا ممكن نقعد 20 سنة نحاول نهدم هذا، لأن لا يمكن أن تتحرر مصر إلا بهدم الأصنام. نعم، ولكن هدمه باتهامه بالخيانة، باتهامه بالعمالة، هو يعني لما واحد هو لما أمر هو أمر من الخطورة بمكان حقيقي ولا مش حقيقي، ده السؤال، هو خطر أو مش خطر ده أنا ممكن نختلف فيه، لكن حقيقي ولا ده هو السؤال اللي نناقشه. لما من 52 تنفصل السودان عن مصر، في 56 نخسر بعض الجزر في ومنطقه وخليج ومدينه ام الرشراش، في 67 نخسر سيناء كلها وقطاع غزه. طيب الا ترى ان يعني في هذا الامر، في هذه الكلمه، انتم لا تختارون المعركه الصحيحه؟ احنا المعركه الصحيحه مع مين المفروض؟ يعني وجهه نظر حضرتك معركتكم؟ لا انا ليس لي وجهه نظر، انا اتحدث هنا عن اختيار المعركه مع الفئه القليله التي ذكرتها وحددتها انت. الفئه القليله دي، الفئه القليله دي بقى لها سنتين، بقى لها من سنتين، بقى لها 65 سنه دلوقتي عماله تدمر في المجتمع المصري تدمير شامل. 60% خط تحت خط الفار، اكبر معدلات فساد، اكبر معدلات اصابه بالفشل الكلوي، اكبر معدلات اصابه بالسرطانات، حاجه ماساه. 139 في التعليم، مستوى متدني جدا من الحياه. فين بقى الباقي؟ يعني جيد، يعني ما تذكره يمس المواطن المصري، فكره المشاكل الحياتيه والفساد وهكذا، ولكن فكره الصهيوني او فكره العماله هذه ما اناقشها معك. ما هو من صنع كل هذا الماساه في مصر؟ مين اللي عمل كل الكارثه دي؟ مين المسؤول عنها؟ مين مسؤول عنها؟ هو هذه المؤسسه هي المسؤوله عن اداره السلطه والثروه في مصر من 52، مش من 52، من 200 سنه من ايام محمد علي. نعم، يعني دعني استعرض معك ايضا مجموعه من المضامين الاخرى التي ذكرت في هذا البيان: الاستفاده من اخطاء الماضي وتفاديها في المساعي المقبله، الاستعداد الكامل لمواجهه الانقلاب، الاستمرار في الحراك السياسي ومطالبه القوى السياسيه بالاستمرار في التظاهر، والاعلان عن استخدام كل الوسائل المشروعه والمتاحه في حمايه المتظاهرين من بطش الداخليه والانقلاب. سنستكمل هذا النقاش، ولكن ينضم الي عبر سكايب السيد محمود مشالي، نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطي. اهلا بك سيد محمود. نعم سيد محمود، هل تسمعني بشكل جيد؟ اسمع حضرتك، اسمعك بشكل جيد. طيب هذا البيان، يعني ارجو منك رفع صوتك قليلا لان صوتك لا يصل بشكل جيد. تمام. هذا البيان والاستعداد الكامل لمواجهه الانقلاب، بالتاكيد اطلعت عليه، يعني هل تتفق مع ما جاء به؟
يعني بعض الملاحظات البسيطة على أجزاء من البيان، كما ذكرت حضرتك كلمة اتهام الجيش المصري كله بأنه بالصهيوني. أنا فعلا أتمنى أن يتم استبدال هذه الكلمة بكلمة الإشارة إلى التبعيض وليس الجمع لقيادات الجيش، لأن الجيش المصري هو جزء من الشعب المصري ولا يجب اتهامه بالعمالة. ده رقم واحد. رقم اثنين، التعويل على الخارج والنظرة، البيان صادر من خارج مصر. الحراك الثوري موجود في الشارع المصري، يقوده المصريين، وأعتقد أن الحراك الموجود لا يحركه أحد من الداخل، حتى مشاهير القيادات السياسية والحركات الثورية لا يتحكمون في الحراك الثوري. هل تسمعني؟ أنا أسمعك بشكل جيد، ولكن عند هذه النقطة، ألم تتواجد رموز ثورية على مدار التاريخ، تاريخ الثورات في الخارج لنفي أو لإبعاد وقادة الثورة من الخارج أيضا؟ قادة الثورة من الخارج، وأنا أقدر قيمة الموجودين بالخارج، لا أقلل منهم أبدا أبدا أبدا، لكن التأثير والارتباط بالداخل أعتقد أنه قليل إلى حد ما في الفترة الماضية، لوجود حتى لو نظرنا إلى الخلافات التي ظهرت بين القيادات، بعض القيادات في الخارج والداخل، في المحرك الأكبر للحراك الثوري الآن ومجموعة الإخوان المسلمين، أعتقد أنه يؤثر بشكل ما على الوضع. الحراك الثوري الآن يقوده مصريون من مختلف الاتجاهات والطوائف، حتى من انقلبوا على ثورة يناير، أعتقد أن 80% منهم ارتدوا الآن وتابوا عن غفواتهم وأخطائهم، وبدأوا يدعون إلى حراك ثوري جديد لما يروه من أزمات ومشاكل في الشارع المصري، ولما يروه من سلطة الانقلاب الحالية التي استبدت بكل شيء، التي قهرت إرادة الشعب المصري، والتي أعتقد أنها تجثو الآن على صدر وقلب الشعب المصري. أشكرك شكرا جزيلا محمود مشاري، نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطي. دكتور عمرو، يعني هناك جزئية دائما هي متلازمة منذ الانقلاب العسكري، وهي فكرة الخارج والداخل، ومن في الخارج ودور من في الخارج ودور من في الداخل. هو احيانا البيان خارج من داخل مصر مش من خارج مصر، يعني هو بعت من الداخل والناس مضت عليه، وفي حركات من داخل مصر كثيرة ماضية على البيان، فهو لم يكتب ويصاغ في الخارج، هو كتب وصيغة في الداخل، ولكن احنا بنساهم في ترويج للبيان. طيب، من الخارج. انا اعتقد ان لا توجد ثورة تكون قيادتها بالكامل في الداخل، يعني لازم يكون في قيادة في الخارج، يعني مين هي مش مشكلة، دي قضية أخرى، ولكن فكرة الثورة الحقيقية لازم يكون ليها ذراع خارجية وقيادة خارجية ويكون ليها دور مؤثر. طيب، مطالبة القوى السياسية بالاستمرار في التظاهر والاستمرار في الحراك السياسي. الحراك السياسي والقوى السياسية أين هي؟ ما هي موجودة. أين؟ موجودة يعني في خارج مصر. يعني عدد لي ما هي القوى السياسية التي تطالبونها بالاستمرار في التظاهر وتستمرون في حراكها السياسي؟ القوى السياسية اللي كانت ضد الانقلاب العسكري، في حزب العمل، الجبهة السلفية، حزب الوسط، في أحزاب كثيرة ضد الانقلاب العسكري في داخل مصر موجودة. وهل هؤلاء يعني لا زالوا يمتلكون تأثيرا؟ بيمتلكوا تأثير ربما على الشارع وعلى أعضائهم بالتأكيد، يعني ففيها فكرة كلها أن لابد من توحد القوى السياسية التي كانت ضد الانقلاب العسكري وتستعيد مرة أخرى زخم الحراك في الشارع لمقاومة الانقلاب العسكري، لأن النخب، يعني القوى السياسية دي تمتلك النخب، فبالتالي لو هذه النخب انسحبت من المعركة يبقى احنا دخلنا في أزمة، لازم هذه النخب هي اللي تدير الحركة، وهي دعوة للقوى السياسية الموجودة في مصر وخارج مصر أنها تستمر في إدارة. مرة أخرى، هذه القوى السياسية ألم تتظاهر أو يعني ألم تجتمع معكم في معسكر واحد منذ عامين ونصف؟ يعني هل هناك قوى جديدة تخاطبونها في هذا البيان؟ نحن لا نخاطب إلى القوى التي كانت ضد الانقلاب العسكري والتي لم تكن على منصة الانقلاب العسكري. طب وما بعدها؟ إذن أين الجديد؟ ما هي هذه القوى مجتمعة؟ كويس، تعيد وتنشط نفسها مرة أخرى. على ماذا؟ يعني ما هو الجديد في هذا العسكري؟ يعني ما هو الجديد سيد عمرو في هذا البيان؟ لماذا تقصد بما هو الجديد؟ يعني أنتم هذه القوى كما تفضلت مجتمعة، نعم، في بوتقة واحدة ومعسكر واحد. صحيح. إذن فلماذا تجددون هذا البيان؟ يعني على ماذا؟ على مدى تجتمعون؟ احنا داخلين على ذكرى الخميس 25 يناير، وحالة يعني هو في اكثر من متغير، صحيح القوى الموجودة معاك، لكن في متغيرات خارجية، الشارع اتغير،
طبيعة الانقلاب العسكري نفسه بقى في حالة في مشاكل كتير عنده. صحيح هو بيمتلك قدر من القوة لا يزال متماسك، لكن عنده مشاكل كتير. القطاعات الشعبية المختلفة بقت بتعاني أكتر من الفساد والخراب اللي في مصر. فربما صحيح القوة واحدة، لكن المتغيرات الحولية اتغيرت، فبالتالي لازم تعيد نداءك مرة أخرى. وكمان القوة السياسية مش بقى يعني، ممكن نتكلم على القوة الشعبية، القوى السياسية إذا النقابات والأمن السياسية، بس يعني ليها ربط معين بالشارع، فبالتالي أنت بتدعو هذه القوى أيضا للانضمام للعمل الثوري. نعم. طيب بينضم إلي عبر الهاتف السيد سعيد عباسي، نائب رئيس الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان من نيويورك. أهلا بك سيد سعيد. أهلا بحضرتك دكتور أسامة وكل المشاهدين. نعم، حراك في الخارج. دعني أسألك هنا عن جالية ربما أعدها البعض من أكبر الجاليات كحراك معارض لهذا النظام العسكري في مصر في زيارته عندكم في الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا يضيف هذا البيان لكم كجالية أو كمعسكر معارض لهذا النظام العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يضيف هذا البيان اننا نبلغ العالم اننا لا ننفصل عن الداخل، اننا مكملين للداخل وداعمين للثوار على الارض. بنبلغ العالم ان احنا يعني ما مش هنيأس، ان احنا مش هنفضل مكتوفين. بنبلغ العالم ان احنا دساتير العالم كلها والدول كلها بتتيح للشعوب انها تدافع عن نفسها. يعني ده مضمون البيان. احنا بنحس الثوار ان احنا معاكم وان احنا بندعمكم، وبرضه من حقك تدافع عن نفسك. مش هنفضل طول الوقت ان احنا نتقتل ونموت بدم بارد. نعم. احنا امام احتلال عسكري، يعني احنا ضد القتل وضد الهدم وضد اي اعتداء، ولكن من حقنا ان احنا كمان ندافع عن نفسنا. نعم، اشكرك شكرا جزيلا سعيد عباسي نائب رئيس الجمعيه المصريه الامريكيه للديمقراطيه وحقوق الانسان، كان معنا من نيويورك. دكتور عمرو، اعود اليك مره اخرى. يتحدث البعض عن دعوات للتظاهر مره اخرى، فياتيكم الرد تظاهرات مقابل الرصاص، كيف يسير الامر؟ هو البيان موضح في جمله ان في حق انساني متجاوز للدساتير والقوانين. لما حد يجي يقتلني لازم ادافع عن نفسي، وهذا مذكور في البيان. طيب انا قبل ان يعني اتي لهذا المشهد، فكره الدفاع بالوسائل المتاحه والمشروعه، ونعود مره اخرى الى ذكرى العام الماضي ويعني ظهور العمليات النوعيه على السطح ثم مقابلتها بقمع شديد جدا وعام من التصفيه الجسديه لاول مره في داخل الشقق السكنيه وهكذا. انا اسالك هنا عن الفكره نفسها، الدعوه للاحتشاد، يعني التظاهر يعني على مدار عامين ونصف، ماذا جلب لكم؟ لا، هو التظاهر المطلق كده خلاص، يعني لن النماذج لا تتكرر، يعني ما حدث في 25 يناير لن يتكرر مره اخرى، لان الجيش اجل، يعني ما يسمى بالجيش اجل المجزره اللي عملها في 14 اغسطس كان هيعملها في التحرير، في توازنات معينه عنده خليته اجل، لكن التظاهر بشكله المعتاد تاني لن يحدث، الا لو كان في بقى حاجه احنا مش عارفينها، يعني في تفاهمات معينه عشان بس اظهار مصر مشهد الثوره. لكن النظام الموجود في مصر، والزميل ذكر انه اقرب للاحتلال، ويعني طبعا ده في شواهد كتير عليه، فالنظام ده لن يسقط الا بالمقاومه بكل اشكالها المتاحه. طيب مره اخرى، فكره انت تقول مشهد 25 يناير لن يعود مره اخرى، هذا يعني ان دعوات الاحتشاد في الميادين الكبرى والتحرير وربعه وهكذا لن يذكر البيان ذلك، لن تتم هذه المره، يعني هذه رؤيتكم؟ نعم، لن تدعو الجماهير للاحتشاد في الميادين مره اخرى. لا، الاحتشاد في الميادين دي معناه انها مجزره، يعني تعني في النهايه مجزره. يعني اذا هذا تغير في الاستراتيجيه ربما. ليس تغير في الاستراتيجيه، لكن يعني تفاعل مع الموقف، يعني انت ناس بتنزل تحتشد في الميادين، ما احنا شفنا في مشهد ربعه العدوية، يعني هنكرره تاني؟ هل تدعو الناس انها تروح تحتشد في ميدان؟ هذه رؤيه كل من وقع البيان. انا رؤيتي، انا اتكلم عن هذه الشخصيه، يعني عندما اجتمعتم، يعني هذه ربما تكون رؤيه الغالبيه في هي رؤيتي الخاصه، هي ربما يعني تحتاج الى ان تسالهم عن رؤيتهم، لكن انا بتحدث عن البيان حتى لم يذكر فكره الاحتشاد. ما هو لذلك سالت، يعني البيان لم يذكر الاحتشاد، اذا فهذه رؤيتهم. صحيح صحيح صحيح. طيب الشيخ عاصم عبد الماجد،
يتحدث عن ثورة شعبية وغضب شعبي في قطاعات كبيرة في المجتمع المصري تتنامى، وأن هناك ثورة غاضبة ستأتي لا محالة، وطلب الإسلاميين والمعسكر المعارض للانقلاب وتحديدا التيار الإسلامي بأن يتنازل عن مطالبه الإسلامية ويتنازل عن مطالبه التي يرفعها منذ الانقلاب العسكري، وأن ينضم إلى هؤلاء مرة أخرى، وإلا سيفقد يعني البوصلة وسيفقد قدرته على الاستمرار. هو السؤال بس هي ايه المطالب الاسلاميه اللي بيرفعها الاسلاميين من الثوره؟ يعني ايه اللي هي المطالب؟ هي عوده الرئيس مرسي دي مطلب اسلامي؟ عوده مجلس الشعب مجلس مطلب اسلامي؟ عوده المسار الديمقراطي مطلب اسلامي؟ هي دي دي مطالب شعبيه. هذه مطالب تريد ان يعود يستعيد الشعب حقه في السلطه. ما هي علاقتها بقى؟ ده جزء من من الاسلام، يعني الحريه جزء اصيل من منظومه السلطه في الاسلام، منظومه الحكم الاسلامي. العداله جزء من منظومه الحكم الاسلامي. فهي ليست مطالب اسلاميه صرفه، يعني هي مطالب تحت مظله الحضاره الاسلاميه، ده عضو طبيعي. انا ده راجل منتخب، الدكتور محمد مرسي منتخب من الشعب المصري. هو احنا مش هو اللي بيعيد الكلام ده، اللي بيطلب ده يعني اللي بيطلب هذا الكلام هو بيطلبه من اجل تحقيق اراده الشعب المصري، مش من اجل تحقيق يعني توجه اسلامي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو عادل القاضي في المجلس الثوري المصري، كنت معنا في الاستوديو نافذ على مصر. حلقتنا خلصت، شوفكم الاثنين 9 بتوقيت القاهرة. تصبحوا على خير.